عياشات عياشة اللي كيحسبوا راسهم باقي ما كاين لا محمد الخامس باقي ما كاين لا لابونيتو باقي ما كاين لا حسن الثاني لا محمد السادس لا 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 كوريت باقي جيت جبتو الرسالة هذه إلى محمد بن ملالي اللي تيقول المغاربة بأنهم راهم عياشين. احنا عياشين بأن تنحب الوطن، عياشين تنحب جلالة الملك، عياشين ما تنخونوش الوطن اللي تزدت عنا شي دراه. خلص تعرف بأن المغرب والمغاربة وأرض الوطن رحب في قلب كل جميع المغاربة. دابا تزدتك شحال في البنك ديالك؟ ربما 21 مليون، وضيعتي 42 1000 من المغرب. اول حاجه بانه احنا ماشي عياشه بغينا لا كريما كتير تقول انت، احنا بغينا الحب والاحترام والتقدير الى جلاله الملك لانه يستحق هذا التقدير وهذا الحب. كاين الناس بحالك انت بزاف اللي تيقولوا هذا الكلام هذا، لكن من هنا تيبينوا الحقد وتيبينوا الغباء وتيبينوا واحد الكراهيه الى صاحب جلاله الملك والى ارض الوطن بصفه عامه. فالله سبحانه وتعالى تعطي الرزق كل واحد، ما غاديش يمكن يكون كل شيء مغاربة كلهما أغنياء ويمكنش كلهما كلهم فقراء في العالم كامل بأسره في هذه الحالات. لكن مع الأسف الشديد بينتي حقيقة ديالك وبينتي واحد الأسلوب اللي هو غير مستوى، ومع الأسف الشديد أنك تكلمتي كأنك مغربي لو كان شي واحد من شي دولة أخرى من الأعداء ديال دولة المغرب ما غاديش يبقى فينا الحال، لكن جات من واحد اللي مغربي من مدينة بني ملال التاريخية، ولكن خرجتي واحد أسلوب اللي هو اللي ما يقبلو لك حتى مغربي ولا مغربية. احنا عياشة تنحبوا الوطن تنحبوا جلالة الملك وديما غادي نبقاو عياشة لأن ماشي خايفين بل وحب والتقدير من مجاهد محمد البطل العالم.